واللي كان بيحصل السنة اللي فاتت، اللي كان دائما بيحصل السنة اللي فاتت ايه؟ اصل النادي الاهلي بعيد، النادي الاهلي في المنطقة الدافئة، النادي الاهلي بعيد، النادي الاهلي الاخير، النادي الاهلي اللي في النص، ما تكلمنيش انا مش عارف ايه، الكلام اللي حضراتكم سامعينه ده وعارفينه. لكن في النهاية ماذا حدث؟ قلت لكم دايما، كنت بقول لحضراتكم كلمة ودايما كنت انا شخصيا مقتنع بيها، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اللي دايما بيضحك في الاخر هو اللي بيضحك كتير وبيضحك براحته، ولغايه دلوقتي احنا بنضحك. من نهايه الدوري لغايه دلوقتي احنا بنضحك، وهنفضل نضحك لنهايه الدوري اللي جاي، وان شاء الله بعد الدوري اللي جاي نضحك تاني. ونضحك على الكلام اللي بيحصل، وعلى اللي بيحصل ده كله. لان احنا في النهايه عندنا بلد اسمها مصر. هي دي اللي تهمنا، وهي دي اللي احنا نقف معاها. الماتش هيتلعب هيتلعب النهارده، هيتلعب بكره، هيتلعب الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده، الله اعلم، محدش عارف. لكن الماتش ان شاء الله هيتلعب. والاهلي ان شاء الله دائما خلال الفتره القادمه سيكون متفوق نظرا لعده ظروف. يعني خلينا نتكلم بشكل فني شويه، ان انت عندك مجموعه جيده جدا من اللاعبين، مفيش مشكله، اي لاعب موجود هو اللي هيلعب. ايه اللي كان هيعمله ريني فايلر في هذه المباراه؟ الناس كانت تنتظر او كانت عايزه تستنى تشوف. ماشي يا عم سمير. الناس كانت بتنتظر وتشوف هو ريني فايلر كان هيعمل ايه في المباراه دي، بقيه اللاعبين كانوا هيعملوا ايه، هو ده اللي احنا كان نفسنا بس نشوفه. لكن هنشوف يوم الاربع ريني فايلر هيعمل ايه في الجونه. ماتش صعب، ماتش مهم، ماتش بثلاث نقاط، ماتش ما بينك وما بين فريق عنده مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، عنده إدارة واعية ومحترمة، معظمهم من النادي الأهلي. دائما أبناء النادي الأهلي لما بيروحوا أي فريق تاني بيموتوا نفسهم، لأن ده اللي اتعلموه في النادي الأهلي، ده اللي اتعلموه جوه النادي الأهلي، إن أنا أموت نفسي طالما أنا بلعب بتشيرت نادي تاني، حتى لو أنا إعارة ولا أنا كذا ولا أنا كذا، بلعب بتشيرت نادي تاني، لما أجي ألاعب الأهلي أموت نفسي أكتر. ده اللي أنا خلي بال حضراتكم، اللي أنا بقوله لكم ده حصل، يعني أنا بتكلم مع حضراتكم بشكل عملي حصل. وعارفين جمهور الأهلي بيعمل إيه؟ الاحترام والأدب والأخلاق. لو أنت أديت مباراة كويسة وبيجي لك بعد، حتى الجونة مثلا لعيبة النادي الأهلي لعبوا بشكل جيد، اللي معارين للجونة لعبوا بشكل جيد، الناس بتسقف لهم. جمهور النادي الاهلي بيسقف لهم ان هم لعبوا بشكل جيد، مش احنا، مش النادي الاهلي. لان ده برضو الاسبوع الجاي هتلاقي الهيصه ماشيه في الهيصه، الكلام كله الفتره اللي جايه هتلاقيه في الاتجاه ده، هتلاقوه في الاتجاه ده، اتجاه الغل ومحدش بيلعب. بالعكس، ده هو الجونه او اي فريق، مش الجونه بس، اي فريق او اي لاعب بيمشي من نادي بيبقى عايز يموت نفسه قدام النادي الكبير اللي مشي منه، عايز يقول للناس انا اهو، انا موجود، انتوا اعرتوني او مشيتوني، انا عايز ارجع تاني والعب داخل النادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي، لانه ده هيثار الفتره اللي جايه. فكل اللي انا عايزه من حضراتكم اذا كنتم متقبلين الكلام اللي انا بقوله ده، لانه خلاص انتهى الماتش، اتاجل، وما تاجلش عشان خاطر حد، وما تاجلش لصالح حد. كل الكلام ده اركب الموجه واجري.